على أين حضور الكونفدرالية في هذا اللقاء؟ حضور من أجل التضامن ومساندة الزملاء ديالنا الصحفيين لمتابعين في قضية يستغرب لها ماشي غير الرأي العام الوطني وإنما الدولي، وهو نشر معلومات تخص مؤسسة اللي هي مؤسسة تمثل الشعب. مفروض في هذه المؤسسة أنها تكون هي اللي كتحمي حرية التعبير، فإذا بها الرئيس ديالها هو في المقام الأول يسعى إلى تقويض هذه الحرية من خلال أنه تم ما يسمى بتسريب بعض المعلومات. وبالتالي نحن كصحفيين نحن غير مسؤولين على التسريب، نعم نكون مسؤولين على أن واحد المعلومة داخل الإدارة تم الإعطاء ديالنا، ما تقلنا ما تنشروهاش ورفضوا أنهم يعطيونا، ما عدناش المعلومات باش نشروا ديك الساعة، إذن كنكون ما عدناش ما يفيد باش ممكن نشروا. هنا كنمشي ما عندي ما نشر لي ما عنديش معلومة، الإدارة من حقها أنها ما تمدنيش معلومة، وهذا خولة للقانون، رغم أن في المجمل أن الإدارة من حقهم يعطيونا المعلومة إلا في الحالات اللي كينص عليها القانون. فلنفترض جدلا ان هاد الناس هادو حبسوا هاد المعلومه عندهم وما قدموها شيء، ولكن الصحفي الا تمكن من المعلومه عن طريق تسريب بوسائله الخاصه ما مسؤوليته هنايا، ما عندوش مسؤوليه عند المؤسسه اللي تسرب منها المعلومه وليست عند الصحفي، اللي خاصه تروى ان المعلومه صحيحه وليست معلومه شائعه او كذب على المؤسسه.